كنت هايله يا عبير. اما اقول لك هتصرف يبقى هقدر اتصرف. استنى بقى لما جدي يعرف. جدك؟ طيب وايه لزومه ان جدك يعرف؟ وانا حطيت الورق فين؟ الورق ما كان معاكي، كان في ايديك، يمكن حطيتيه جوه او حطيتيه. اه الورق اهو، الورق اهو. خد يا ستي ادي التوكيل اهو، خليه معاكي احتفظي بيه زي ما انت عايزه. اما بقى الورق بقى فانا هحتفظ بيه. انا بقول يعني مفيش داعي ان جدي يعرف. انت تسكت، اصلك ما تعرفش جدي هو اللي هيقول لنا نستغل التوكيل ده ازاي. خلاص زي ما انت عايزه، بس مش على طول يعني. كلمة تتنطر كده ولا كده، كل اللي بنعمله يروح على قلة فايدة، وده اللي مش عايزينه عبير. ايه؟ انت مش هتغيري فستانك بقى عشان العشاء ولا ايه؟ هغير. شوف خليك انت في التخطيط والتفكير، وخلي حاجات الستات دي عليا انا. تاخد فيليه يا رشدي؟ لا، بابا هياخد سمك زي. خلاص اخد انا كمان سمك مادام بتحب. لا حضرتك ممكن تاخدي مشوي، السمك هيتعبك. ما انت عارفه يا طنط اخويا بقى ولازم احافظ عليه من دلوقتي. وانا يا حضره الكومندان هتطلبي لي ايه؟ اطلب اللي انت عايزه. لا خلاص هاخد زيك سمك. ميرسي. على فكره يا طنط مش عايزه حضرتك تزعلي مني، يمكن كنت ضايقتك او حاجه يعني. لا ابدا يا عبير، كلنا بنبقى كده في بدايه الجواز. مش قلت لك؟ انا ما اعرفش بابا قال لك ايه، انما بالنسبه لي انا عايزه كل اللي فات يتنسي. اتنسى قبل ما تتكلمي يا حبيبتي. المهم انا وطنط نشوفك دايما سعيده كده. اطمن يا بابا، مش هتشوفني انت وطنط الا وانا سعيده. ده انا حتى عايزه استفيد من حضرتك في حاجات كتير. مني انا؟ في ايه؟ في حاجات كتير. في ستات كتير في سن حضرتك اللي بيسموه سن اليأس ما بيبانش عليهم السعادة والمرح اللي عندك. لا سن اليأس ايه؟ مع رشدي مفيش حاجة اسمها سن اليأس ابدا، مش كده يا رشدي؟ اكيد طبعا. قولي يا هشام، المشروع الجديد بتاعك اخباره ايه؟ ممتاز يا فندم. امال المستورد الاجنبي ما جاش يمضي ليه؟ يجي وقت ما تؤمر سعادتك. ان شاء الله بكره. احنا هنستنى لغايه امتى؟ خلاص ابعت له تلكس يجي حالا. بس انت مطمن له 100%؟ يا فندم حضرتك هتمضي معاه العقد بنفسك، اذا كان في اي حاجه ما تعجبكش يلغيها. اما من ناحيه مطمن له فانا مطمن له فعلا 100%. طبعا لا يمكن يا هشام. يا ابني حكايتك معايا انت؟ ايه حكايه القماش اللي عايزنا نشتريه، ولا الشركه، ولا العقد اللي عايزنا نمضيه ده كمان؟ الله جرايه رمزي، مش عايزنا نتوسع في نشاط الشركه ولا ايه؟ بصراحة بقى لا، أنا مش عايز، أنت اللي عايز، أنت اللي جبتنا مصر من أصله، ومن ساعة ما جيت وحكاية النشاط وتوسعه دي راكبة في دماغك أنت، والمصيبة إن أنت عايز تتوسع في حاجة إحنا مالناش دعوة بيها أصلاً. حتى لو كانت الصفقة دي هتحقق لك كل اللي أنت بتحلم بيه. وإيه بقى اللي أنا بحلم بيه ده؟ وأنت مش طول عمرك بتحلم إنك تسيب مصر وتبيع الشركة هنا، تسافر أوروبا وتعيش فيها على طول؟ أيوه يا هشام، بس الصفقة دي هتحقق لي ده كله إزاي؟ أقعد أقعد أنا أقول. عارف يا رمزي، انت لما تيجي وتمضي العقد مع رشدي بيه انا هشتري نصيبك في الشركه هنا والفلوس جاهزه. ايوه بس الصفقه دخلها ايه برضه؟ الله جرايه يا هشام، ادام انت اللي عايز تتوسع في حكايه القماش والنشاط بتاعك ده، ليه ما تروحش لرشدي بيه وتمضي انت وتخلص؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى باسم الشركه بتاعت ابويا اللي في فرنسا؟ انت عارف ان انا مش لازم اظهر في الصوره نهائي. انت عايز ان الراجل يتصور ان انا بستغل جوازي من بنته؟ بعدين يا رمزي بصراحة بقى أنا ما لقيتش حد غيرك يقوم بالخدمة دي، كتير عليا. أيوة يا هشام. طب أقول لك حاجة، افرض هويتك، ما هو الراجل برضه في النهاية هيعرف إن أنا شريكك. لا، ما أنت هتمضيه باسم شركة والدك اللي كنت بشتغل فيها، وممكن تجيب منها عقود. أيوة يا هشام، بس أنا عايز أنبهك لحاجة، إن الشركة مالهاش دعوة بأي نشاط زي ده. يبقى هيتعرف إزاي إن أنا كنت شريكك؟ خلاص يا هشام فهمتك. انا ما اخبيش عليك، فعلا انا كنت عايز ارجع اوروبا واعيش بره، لكن انا اعمل ايه بالحكايه القماش اللي هشتريه ده، واجيب له فلوس منين؟ الفلوس مش هتندفع الا لما يوصل القماش، وده ما تحملش همه. لا ما احملش هم ازاي؟ ازاي والراجل هيبعته لي اوروبا؟ واكيد ده هيحصل يا سيدي. ليها الف حل،
ده اذا اتبعت اصلا. هشام بقولك ايه، الحكايه دي قانونيه، انت عارفني. وانت عارفني اكتر، ما بحبش امشي الا بالقانون. وبعدين يا رمزي دي خدمه ليا مقابل السنين اللي عشناها واشتغلناها مع بعض. خلاص يا هشام، انا هروح وامضي العقد مع رشد بيه، بس ليا شرط واحد، ان انا همضي بدون اي التزام عليا انا. وهو ده المطلوب منك، تمضي العقد على انك مستورد شرقي من اوروبا. وادي الدفعه اللي هتديها للراجل، وادي العقد اهو، خد اقراه وشوف اي حاجه غير قانونيه ما تقبلهاش. وانا هفهم في الحاجات دي ازاي يا هشام؟ رمزي انا عمري ما هفكر اني اضرك، انت وقفت جنبي كتير وساعدتني، وانا بالعمليه دي واللي نصيبك فيها هيزيد عن المليون، بحاول ارد لك ولو جزء بسيط من اللي عملته علشاني. ايوه بس انا قلت لك ان انا همضي وبس. خلاص امضي وبس، وسافر بره واقعد في شركتك، والباقي بقى سيبه عليا انا هنا. والعقد اهو يا رمزي، خد اقراه. الوحيد اللي اتقال له مبروك هو هشام بالذات. مبروك علينا كلنا يا رشدي بيه، اتفضل. ايه ده؟ ده التأمين على المشروع. ده جزء من المشروع ذاته زي ما قلت لسعادتك. التأمين الوحيد هو تحقيقك في نجاح المشروع وأرباحه. هيحصل يا رشدي بيه، والفضل لوجودك معانا. طيب يا أخ، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، ألف شكر. ده أنا سعيد جدا إن شركتنا هتتعاون مع راجل صناعة كبير زي سيادة. أنا اللي متشكر جدا، إحنا سعداء جدا إننا هنتعاون مع شركتكم. أنا سألت عنها في باريس وقالوا لي وعرفت إنها شركة متواجدة ولها كيانها. طبعا طبعا يا فندم، وأرجو إن الصفقة دي تكون البداية بس. إن شاء الله. طيب ناخد بقى صورة التذكارية بالمناسبة السعيدة دي. إيه ده؟ ليه؟ ده للإعلام يا فندم. ايه لزومه ده كله؟ الجيل الجديد بقى يا عزيز. ما تنساش سيادتك ان دي اكبر صفقه بيعقدها قطاع خاص في الشغل بتاعنا. اتفضل يا سيف، اتفضل يا استاذ برعي. لا هنا في الصوره. اتفضل يا سيف، اتفضل صور من فضلك. ابوكي ابوكي بقى بيطلع في الجرايد كمان اهو. بس الصورة حلوة، بابا طالع فيها مهم. أيوة بس أنا مش شايف الولد هشام في الصورة، هو ده مش مشروعه برضه؟ مشروعنا إحنا الاتنين، تقدر تعتبرني شريكة في المشروع، العقود دي اتمضت على إيدي أنا. آه، عشان كده قدرتي تمضي منه التوكيل ده من غير ما ياخد باله؟ وبعدين بقى يا جدو، قلت لك 100 مرة الحتة دي بالذات مش عايزة أفتكرها. ليه؟ دي أهم حتة هي والحتت التانية اللي معاه. حتت ايه؟ انتي عشان تمضي التوكيل ده ضروري كان في اوراق تانية مهمة، حطيت التوكيل ده في وسطهم عشان يمضي من غير ما يبص ولا ياخد بال. بس انت عرفت ازاي يا جد؟ عيب يا بنت عيب، ده انتي بتكلمي رياضي الكبير اللي لسه عقله زي ما هو. طب قولي بصراحة يا جدو، نعم، تفتكر اللي انا عملته ده غلط؟ ايه؟ غلط؟ انت ايه؟ انت حاسة بايه؟ بصراحة يا جدو انا حاسة ان انا غلطانة، اصل اللي عملته ده لو كنت عملته في حد تاني غير بابا كان زماني بضحك على المقلب، بس ده بابا يا جدو. يا عبيطة، انت عملتي اللي عملتيه ليه؟ مش عشان تنقذيه من الست دي؟ ايوة والله يا جدو. خلاص يا بنتي براءة. البنت الصح تعمل كل حاجة علشان خاطر أبوها. طب برضو ما قلتليش هنعمل إيه بالتوكيل ده؟ تعالي معايا جوه وأنا هقولك على كل حاجة، يلا تعالي. يا سلام، يلا. لا هنعمل كتير قوي بالتوكيل ده، عشان كده أنا إيه؟ هشيلهولك في الخزنة بتاعتي، عشان مفيش إيد تطوله أبداً ولا تعرف طريقه. انت عارفه عندكم في البيت ممكن يقع كده ولا كده، ولا هشام يشوفه مثلا
هو ايه يعني يا جدو؟ ما هو هشام كانت فكرته اصلا. هشام يا بنتي مشغول بالمشروع ده وغيره. الورقة اللي في ايده كتير، ممكن تقع منه ورقة من غير ما ياخد باله. افرضي بقى ان الورقة اللي وقعت منه دي تكون هي التوكيل، والايد اللي تقع فيها تكون ايد لبنى نفسها. لا يا جدو، هشام حريص، وبعدين مفيش غير لبنى اللي تقع في ايدها ورقة زي دي. على العموم اديني شلته في الخزنة وخلاص، بدل ما نقعد نفترض ونسأل اسئلة في الهوا. خلاص يا جدو، امال انا بقى جايبه لك التوكيل ليه؟ برافو عليك يا عبير. اصل يا بنتي انت لسه صغيره والدنيا مليانه حاجات غريبه جدا احنا ما نعرفهاش وما نفهمهاش، مع ان الحاجه بتبقى واضحه وباينه قدام عينينا وخيوطها واصله تحت ايدينا، مع ذلك تمر علينا الحاجه دي من غير ما نفهمها ولا نعرفها. عارفه ليه؟ ما اعرفش، مش فاهمة قصدك ايه يا جدو. ولا قصدي ولا حاجة يا بنتي، بس لازم اقولك ليه الانسان ما بيعرفش. ما بيعرفش لانه بيفضل باصص لنفسه ومعجب بيها، والحاجة تبقى قدامه باينة وعمالة تقول انا هو انا هو، وهو عمياه نفسه. عرفتي بقى الحاجات الغريبة اللي مالية الدنيا؟ يعني انت عايزني اقول الكلام ده لهشام؟ تقولي لابوكي، تقولي لهشام، قولي اللي انت عايزاه. خلاص محدش هيفتح، اللي يفتح هو الذكي. وللاسف ما بقاش في اذكياء كتير دلوقتي. ازيك يا عم رمضان؟ ازيك، هتشوف نفسك بخير. حط الشنط في العربيه يا عم رمضان. اما الراجل بتاعك يا هشام ده طلع ذكي ذكاء وفعلا يتخاف منه. اظن انت قلبك وقع في رجليك اول ما قال لك اني سالت عن الشركه، مش كده؟ طبعا ده انا اتلخبطت يا اخي، حد كان يصدق انه يروح يسال على الشركه في اوروبا؟ اللي يعرفه كويس يعرف كل تحركاته. الله، يعني انت كنت عارف؟ طبعا كنت عارف، وعشان كده جهزت لك اللي يرد عليه. من ايه؟ من الشركه في اوروبا؟ طبعا من الشركه في اوروبا، امال منين يعني؟ ازاي ومن غير انا ما اعرف ازاي؟ دي اقول لك عليها. اتصلت ببير وفهمت كل حاجه، وقلت له لما يتصل بيك قول له كذا وكذا وكذا بالظبط. وبعدين يا رمز يا اخويا، انت مش خلاص خدت فلوسك وحققت كل احلامك وهتعيش في اوروبا بره؟ كفايه عليك قوي كده. ايوه بس افهم اللي بيحصل يعني. بلاش تفهم دلوقتي. بقول لك ايه يا هشام، مين الراجل ده؟ راجل؟ راجل مين؟ الراجل اللي اسمه رشدي ده يبقى مين يا هشام؟ رمزي انت اسئلتك بقت غريبه قوي. لا مش غريبه، انا فاكر كويس قوي من زمان، من ساعه معرفتك وانت قلت لي انك عايز تنتقم من حد في مصر. رمزي انت كل اللي عملته لحد دلوقتي قانوني، واحسن لك المساله تنتهي لحد كده. خلاص يا هشام ما تزعلش نفسك زي ما انت عايز يا سيدي. انا كنت فاكرك بس نسيت زمان ونسيت الغضب اللي عشت بيه طول عمرك. صدقني يا رمزي، انا لو ما كنتش نسيته ما كنتش رجعت مصر. ادي الشنط. هشام قبل ما اسافر، انت حبيبي طبعا وصاحبي، وعايز اقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودانك. خلي بالك من نفسك وحاسب على نفسك. الانتقام اللي انت بتدور عليه ده بندقيه، اما تمسكها تبقى فاكر انك موجهها لصدر عدوك، لكن يا خساره اما بتدوس على الزناد تفاجئ انها موجهه لصدرك انت. ما تاخدش في بالك وما تخافش عليا، انا هاخد بالي كويس قوي البندقيه متوجهه لصدر مين بالظبط. يعني انا ما اقدرش اقنعك تيجي معايا ونعمل شركه في اوروبا؟ مع السلامه يا رمزي، مع الف سلامه. طيب يا شيخ، مع السلامه يا رمزي. الف سلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. سلام. ما تخافش عليا.
هتسيب العقود هنا ولا ايه؟ كلها يومين، ولما ارجع من اسكندريه احطها في البنك. طب بتسيبهم في البيت امن برضه؟ امن ازاي بس يا عزيز بعد اللي حصل هناك؟ ده انا كل الاوراق اللي لقيتها في البيت وديتها البنك. لا هنا اضمن، على الاقل فيها حراسه مركزه. بدل كده يا رشدي، كان حقك عملت نظام امن جديد في البيت عندك. عاصم تعال انا عايزك. الله. انت لسه هتقعد يا رشدي؟ كفايه عليك يا راجل، ارحم نفسك، انت كبرت، حرام عليك مش كده. كبرت ايه يا راجل يا عجوز؟ انا لسه عريس. افندم يا سعد. ابعت لي هشام مع التقرير اليومي الجديد، اشوفه قبل ما اسافر. بس هشام بيه لسه ما رجعش من مصر يا فندم. ايه لسه في المطار مع الراجل؟ طيب ابعت لي برعي ولا سيف. للاسف يا فندم مشوا من ساعتين. مشوا؟ ازاي؟ معرفش يا فندم، يمكن ميعاد الشغل. اتفضل يا سيدي، شبان اليومين دول، اعمل انا ايه في الدهيه دي دلوقتي؟ فرصه يا رشدي تستريح وترجع بدري. ما انا لو كنت في المشروع يا فندم كان زماني قدمت لسعادتك التقرير. انت اشتركت في مشاريع كتير ولسه ياما هتشتري. انت متاكد انهم مشوا؟ ايوه يا فندم. حتى برعي اخر؟ ايوه طبعا، ما هو رجع عشان الماجستير اللي عواطف راسها والف سيف عايزاه ياخده، هنفتحها مدرسه. انت تتصل بيه وتقول له يجي حالا ومعاه التقرير. الو؟ ايوه يا عاصم. لا مش موجود. طب اديني بابا. مش عارفه يا بابا، ما لقيتوش. خارجه النهارده من المصنع، قعدت ازمر له ما سالش خالص. ساعه. لا ما اعرفش. ده انا فاكره ان هو لسه في المصنع، وراه شغل كتير قوي يا بابا ومذاكره. لا مش عارفه. ما اعرفش يكون فين دلوقتي. هو في حاجه مهمه قوي يعني؟ يعني حضرتك متأكد ان هو 100% مش في المصنع؟ لا يا بابا هقول له حاضر، بس لما يبقى يجي. يا بابا ده لسه وراه حاجات قد كده، وراه الباب التاني كله والباب التالت وجزء من المراجعات طيب الله يسامحك. يا ترى انت فين دلوقتي يا ابو راعي؟ انا عارفه انت متعمد تتاخر عشان تغيظني، فبس لما تيجي. والله ما انت عامل لما تشرب حاجه كمان. طبعا ودي تيجي يا مد، حط الطلبات دي هنا. حاضر. ولا تحب تعالى؟ لا بحش ايه، اصلا قاعد من الصبح وعايز اروح بقى. يا راجل فك عن نفسك شويه، انت لسه عرفت اللي انا عايز اقوله ايه؟ ما حضرتك بصراحه بتتكلم من الصبح وانا مش فاهم حاجه من اصله. ازاي بقى؟ ما انا ببارك لك اهو على المصنع اللي انت بقيت مديره، والمشروع اللي انت ماسكه كله. ايوه بس معلش، يعني حضرتك يعني قلت ان في حاجه مهمه قوي عايز تقولها لي. يا سلام، انت لسه ما تعرفنيش. انا احب قوي اشجع الشبان الجداد، ده انت المستقبل والامل. يا راجل اقعد، يا راجل اقعد اقعد. ايوه بس بصراحه يعني انا ما كنتش اعرف سيادتك، انا كنت اسمع عن الاسم بس، فلما جالي مرسالك قال ان في موضوع مهم جدا ولا يحتمل التاجيل. والموضوع موجود. ايوه اللي هو ايه بقى؟ انا بقى يا سيدي لما انت نويت اعمل مصنع صغير. مشروع كده على قدي. ما انت تلاقيك سمعت عني يا استاذ برعي، طول عمري ما افهمش الا في الشغلانه دي. ايوه ايه بقى الموضوع؟ استاذ برعي بقول لك مصنع، يعني لازم له مدير يديره، ريس يمسكه. بس انا مش فاهم برضه ايه الموضوع. اصحى معايا شويه يا استاذ برعي. الله، امال انا حبيت اتعرف عليك ليه يا راجل؟ ما هو بس انا برضه مش فاهم، يعني انا دخلي ايه بالكلام اللي حضرتك قلته ده كله؟ يا سلام يا سلام، شوف بقى على بلاطه كده. انا احب قوي اخطف الكفاءات النادره اللي زيك. صحيح، اللي زي انا؟ امال هو انت يا راجل لولا كفاءه نادره كنت قدرت تدير مشروع كبير زي بتاع رشدي بيه؟ بس برضه انا مش فاهم يعني. يمكن حضرتك تقصد اني ابقى مدير المصنع اللي بتتكلم عليه ده؟ يا سلام يا سلام، سلم. شوف من غير انا ما اقول لك ايها حاجه، انت فلتها لوحدها كده وهي طايره. مش بقول لك كفاءه نادره؟ قلت ايه؟ آه
ايوه بس يعني اشمعنى انا يعني؟ ما هو في غيري برضه، في هشام وسيف وكلنا بندير المصنع سوا. لا يا استاذ برع، لا، ما انا سالت واتقصت مين المهم؟ مين بتاع التخزين؟ مين بتاع التسويق؟ وقلت لها متولي هو ده الباشمهندس برع، مفيش غيره. قلت ايه؟ شكرا يا استاذ متولي، قصدي يا متولي بيه، بس ده من ذوقك بس. لا ده من كفاءتك، البيزنس ما يعرفش الا الكفاءة، الكفاءة وبس. ها قلت ايه يا استاذ برع؟ ايوه بس ازاي؟ ما حضرتك عارف المشروع كله فوق راسي انا. انا اقول لك ازاي، انت تمضي معايا العقد ده اهو 12000 جنيه في السنة بصفة مبدئية، يعني 1000 جنيه في الشهر. ايه 12000 ايه؟ معلش يا استاذ برع، ده بس في الاول 1000 جنيه في الشهر، بعدين هنزودها. انت لو بصيت هنا هتلاقي كله مكتوب في العقد. والله هي مش اشكال في بيتها يعني، بس حضرتك عارف ازاي يعني هسيب المشروع بتاع حماية، اقصد بتاع رشدي بيه. يا استاذ برعي، ده انا برضه ابن سوق يا اخي وفاهم كل حاجه، معقوله اخطفك من مشروع كبير زي بتاع رشدي بيه وهو لسه ما خلصش؟ ده حتى رشدي بيه يزعل مني، وانا اقدر على كل حاجه الا زعل رشدي بيه، ده حبيبي. ها بكره هتمضي؟ ايوه بس لا لا لا، ما انت حضرتك عارف اصل المشروع. يا سيدي يعني انا المشروع بتاعي هيخلص في يوم وليله؟ ما هو قدامه مش اقل من سنه برضه. طب امال حضرتك مستعجل على الامضاء ليه؟ عشان احط في بطن بطيخه صيفي اطمن، اول ما تخلص هناك هتروح جاي عندي على طول. قلت ايه يا استاذ مرعي؟ هتمضي؟ طيب افكر. يا استاذ مرعي لا تفكر ولا تجاوبه، اتعلم مني. لقيت قدامي كفاءة نادرة زيك وما حصلتش خطفتها، انت كمان قدامك فرصة العمر انك تبقى مدير للمشروع كله، تستقل فيه بذاتك يا اخي عن حماك رشدي بيه وعلى مؤاخذة المدام بتاعتك. قلت ايه يا استاذ برح؟ هتمضي؟ مش هتمضي العقد يا برح. لا همضي يا عاطف. يا برح افهمني بس، ده مصنع في يوم من الايام هيبقى مصنعنا، تسيبه وتروح تشتغل عند متولي؟ شوفي يا عواطف، هيبقى مصنعكوا انت واخواتك مش مصنعنا يعني. وبعدين متولي بيه ده راجل طول عمره صاحب مصنع. متولي ده كان بيشتغل عند بابا يا برع، تقوم تنزل من نفسك وتنزل من قيمتنا وتروح تشتغل عنده؟ بألف جنيه يا عواطف، بألف جنيه، من غير بقى جوز بنت رشدي بيه جه جوز بنت رشدي بيه راح. وانت فاكر يعني هو هيشغلك ليه؟ ما هو برضه عشان جوز بنت رشدي بيه، عشان يستغل نفوس بابا. شوفي يا حبيبتي، محدش يقدر يستغل نفوس بابا غير بابا نفسه. وبعدين الحكايه دي لسه فاضل عليها سنه كمان. لما هي فاضل عليها سنه عايز تمضي معالي من دلوقتي؟ علشان استغل الفرصه، هو خطف كفاءه ما حصلتش وانا عايز اخطف عقد ما حصلش. يا برع افهمني بس، متولي ده احنا عمرنا ما سمعنا انه هيفتح مصنع خالص. يعني لازم يمشي كده حاطط يافطه على صدره يعني، ولا انت عايز ايه؟ هيقول كده في اليافطه ان هو راجل صاحب مصنع، ولا عايز يرمي 12000 جنيه في الارض؟ ولا انت حاقده بقى عشان مرتبي هيبقى ضعف مرتبك؟ ايه ده؟ انا احقد عليك انت؟ ليه؟ ايه المانع يعني؟ مش هكبر بقى واوصل واقدر ادفع اللي عليا من ثمن الشقه والعفش؟ انت مش هتمضي معاه العقد. همضي العقد يا عواطف. مضى. هو ايه الحكايه بالظبط؟ احنا مش قلنا كل واحد يهتم بشغله بس؟ ايوه بس يعني متولي بيه. نعم مع السلامه. هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا منصور؟ ونعرف منين؟ ليه ما كانتش عوايدك يعني؟ ما انت كنت بتعرف كل حاجه. الحال من بعضه يا سي متولي، ما انت كمان ما كانتش تعدي عليك التايه. بقت تعدي يا منصور، والفضل ليك انت ورشدي وخدام عاصم. انا كنت عبد المأمور زيك كده دلوقتي. لا يا حبيبي، انا يوم ما بقى عبد المأمور بعرف اخد حقي كويس قوي وغالي. وريني انت خدت ايه كده بقى يا مسكين؟ انا يعني كنت عملت ايه عشان اخد عليه؟ ليه؟ هو ايه اللي طلع رشدي علام لفوق يا منصور؟ مش الحريقه بتاع مخزن مصطفى الرشيد؟ الراجل يا عيني مات ورشدي علام طلع بالمصنع. انت بقى طلعت بايه؟
بعد ما السقف وقع عليك غير ان رجلك اتكسرت وخدت 10 سنين سجن. اديني خدت جزاتي. لا منصور، انت خدت جزاتك يوم ما مسكوك بس، لكن انت عملت كتير وما خدتش جزاتك وما خدتش حاجه من اصله. ورينا انت بقى شطارتك. شطرت في جيبي وتحت ايدي. عايزين نبقى معاهم يا منصور لازم يبقى في دفا. مفيش دفا يبقى قهوتهم مظبوطه وما نعطلكش. غيرك كتير قال كده وما ينفعش. بس انا هنفع يا منصور، اصل هي دي الخلاصه. الكبار يتخانقوا زي ما هم عايزين، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، وانا ادفع. انا بقول لك ده يا منصور عشان تلحق نفسك انت كمان بعد العمر ده كله وتدفع. وبصراحه منصور المكان هنا مكان ساقع قوي، ما بيفكركش بالقرافه. ادينا مدفونين فيه اهو. انت لكن انا لا. القرافه دي يا حبيبي غاليه قوي، واللي يندفن فيها لازم يبقى كبير قوي. انت تعرف حاجه ولا ايه؟ وانا لو كنت اعرف حاجه كان ده بقى حالي. بس هعرف يا منصور، وهي دي شطارتي، محدش يعمل حاجه من غير ما اعرف. اهلا، صباح الخير يا بيه. صباح الخير يا احمد. اتفضلوا يا رجاله. يا اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا اهلا يا مرحبا. يا اهلا بيكم. اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا. يا اهلا وسهلا. الاستاذ عبد الكريم، عم حمزه، السيد احمد، الاستاذ عبد الستار، ازع بلاوي. زعبلاوي؟ ايوه الزعبلاوي. زعبلاوي مين؟ مين دول؟ دول اخوه تجار جايين يشيلوا. شيلوا ايه؟ شيلوا ايه يعني؟ هشيلوا كل اللي عندك في المخازن. صحيح؟ طب وانت جبتهم منين دول؟ انت مش كنت مسافر؟ ايوه يعني فكرك سافرت ليه؟ سافرت وادي النتيجه. يعني عملت ايه يعني؟ وانت تعرف مين في الحكايه دي؟ عملت اتصالات في ولاد عم ابويا، اصلهم تجار في الاسكندريه ويفهموا في الحكايات دي. يعني تجار قماش؟ طب مش تقول كده من الاول. لا مش تجار قماش، تجار خيش. خيش؟ ايوه يا ست خيش، مش وقته. اتفقي مع الناس يلا بقى. طيب هتفق معاهم ازاي بس الاول؟ انتهي المختص اللي عندك وانا موجود. بصراحه انا مش عارفه اشكرك ازاي. بعدين اشكريني يا ستي. ضيف. مساء الخير. اهلا. ضيف انت مش كنت عايز تقولي حاجه اخر مره كده وحاجه مهمه قوي يعني؟ حاجه زي ايه بس؟ لا ولا حاجه، غور من قدامي دلوقتي مش مشكله. اندهني فؤاد من عندك. ما تفرجيش عليا، انا مش سالم اروح. اندهني فؤاد. يلا. اهلا يا باشا. اهلا اهلا وسهلا. منورين. قهوه ولا شاي؟ شكلين يا قلبي بدون فضل. لا 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 ازاي، لازم تشربوا حاجه الاول وبعد كده هناكل لقمه عشان يبقى عيش وملح. شكلين شكلين ولا ايه؟ ياكلوا عيش وملح، ياكلوا تفاح. اللي بياكل على درسه ينفع نفسه. جرايتني يا عاصم، هو انا جايه لك جري مزغوف على ملا وشي وانت بتتمأوز عليا؟ انت مش قلتي له خلاص؟ اتفضلي روحي شوفي شغلك وفتحي عينيكي كويس، فهماني؟ هو انت مش هتقول لي البيت كبير على اللي بيجرى مراتي فاكر؟ قصدك ايه؟ لا ولا قصدي ولا حاجه، ما هي باينه زي الشمس، مره تزحلقني، مره تتمأوز عليا، ما تقول لي ايه الحكايه؟ ده انا اخدمك قوي، هو انا ليا بركه الا انت؟ بقى باينه وزي الشمس، وفهمتيها لوحدك؟ فهمتها. ما هو اسم الله عليك، أنا لو ما فتحتش عينيا ومخي على اللي حواليا ما أعرفش أعيش، أروح في الكازوزة. شوفي يا شاطرة، أنا عايزك تسمعيني قوي قوي مرة واحدة وأخرانية. أنا طلبت منك تفتحي عينيكي، فتحيها، لكن هتفتحي مخك هتتعبي معايا قوي، فهماني؟ فهماك يا سعادة البيت. يا ريت يا سوريا، عشان مصلحتك انا كمان مش عايزك تتعبي مخك من غير تمن. الله، تمن. التمن ده بقى نلاقيه فين؟ عندي. بس لما تفتحي عينيكي ومخي لحسابي انا شخصيا. لا، ما دام في حساب نفتحه قوي كده. اهو بتفضلي على شغلك لحد ما اوصل. اتفضلي.
والله وكبرت يا عاصم يا ابن جمالات الفتانة. بس هتروح مني فين؟ ده أنا سرية. عايز كام؟ لا أنا كده أزعل منك قوي يا شامبيه. ما تزعل ولا تتفلق، أنت قول عايز كام؟ ولا مليم. أمال عايز إيه؟ عايز حتة صغيرة قوي قوي في الكحكة الكبيرة قوي قوي قوي. مش فاهم. أنا عايز حاجة في المشروع الجديد. آه قلت لي. إشمعنى؟ إشمعنى إزاي بس يا هشام بيه؟ الفلوس اللي في الحالات دي ما بتنفعش. اللي ينفع إن الواحد يأمن مستقبله. وأنت بقى عايزني أنا أأمن لك مستقبلك؟ تمام. زي ما سيادتك بالظبط عايزني أسكت وما أجيبش أي سيرة عن المستشفى ولا عن الصلة اللي بينك وبين الست لبنى هانم. انت تقصد ايه بالظبط؟ لا 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 انا ما اقصدش حاجه يا شنبيه، لا سمح الله، انا ما بهددكش. صله بريئه ومعرفه من زمان، ادي كل الحكايه. طب وما قلتش الكلام ده ليه لرشدي بيه اول ما عرفته؟ مش برضو هو ولي نعمتك؟ ولي نعمتي اه، ولحم كتافي ده من خيره، لكن ما قدرتش اقول له اصدمه يعني. ده عزيز عليا جدا يا شنبيه. طب مش يمكن هو اللي بعتني عشان ازورها؟ اه معقول، معقول قوي. هو بيني وبينك فيها ضياع لمستقبلك لو كنت بتفكر تهددني. اهددك ايه بس يا هشام بيه؟ اهددك ايه لا سمح الله؟ انا يا راجل انا بقول لك عايز ابقى ايدك اليمين في المشروع. تعالى تعالى بس. بص يا عاصم، امثالك على العموم بيعجبوني، ده لما يعملوا الكلام ده مع حد تاني غيري. انما للاسف انت طلعت غبي. انك لو عايز تأمن مستقبلك كان لازم تدور على السكة الصح. انا شخصيا مأمن نفسي كويس قوي، وزي ما قلت لك روح لرشدي بيه وقول له على كل حاجة. انت كل حاجة؟ كل حاجة. وما تزعلش مني، الأغبياء ما بيكسبوش على طول. حتى لو قلت له على موضوع مصطفى الرشيد؟ اظن كده يا هشام بيه هتأمل لي مستقبلي وابقى دراعك اليمين، مش كده ولا ايه؟ اصل ما اخبيش عليك، انا يوم ما شفتك في المستشفى سألت نفسي يكونش رشدي بيه هو اللي بعته؟ طبعا لا، لان ساعتها رشدي بيه طلبك، يعني ما كانش عارف انت فين. يبقى الموضوع ده اكيد فيه ايه، وانا قدام الايه دي بقى مهمتش، لازم اعرف كل حاجه. ما انا زي ما قلت لسيادتك، انا بالنسبه لرشدي بيه دراعه اليمين ودراعه الشمال، على الاقل لحد حضرتك ما ظهرت. وانا اصلي اتقصت قوي وعرفت كل حاجه عن مصطفى الرشيد وعيله مصطفى الرشيد. قلت ايه؟ الورق ده تحطه في خزنة الشركة وتجيب لي الورق اللي زيه. وانت مش عارفك ان خزنة الشركة فيها ورق زيه؟ ده أول درس، اللي عايز يشتغل معايا ما يسألش ولا يبقى. ماشي، وعلى كده بقى هتديني مركز كبير وحلو في المشروع مش كده؟ ما تبقاش عبيط، قبل ما تفكر تكبر كرسيك فكر ازاي تكبر خزنتك. ماشي، بس أنا عايز أفهم إيه علاقة الكرسي بالمشروع؟ أصله مش دايم، لا الكرسي ولا المشروع. لا أفهم دي بقى. وده تاني درس، بلاش حكاية أفهم دي، أنت تنفذ وبس، وتفرق في الفلوس. أنا اللي أحبه أحبه قوي، واللي أكرهه يبقى يا ويله مني، وأظن أنت عرفتني خلاص. عشان كده الورق ده لازم يتحط في المكان اللي أنا عايزه بالظبط. يا كده يا اما تقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. اذا كان على الندم انا ندمت من زمان، بس ارجوك قول لي ايه اللي بيحصل. ايه زعلان عشان تصرفات عبير معاكي بقت احسن؟ انا بسالك ليه، ليه بتتصرف معايا كده وفجاه؟ قول لي يا هشام ايه اللي بيحصل. ابدا، عقلت وحشه دي. هشام ما تخبيش عليا، قول لي انت بتعمل ايه بدل ما نندب كلنا بعد كده؟ ما انت قلت انك ندمتي من زمان، يا ترى على مين؟ على رشدي بيه
ولا على خالك ابويا. هشام عشان خاطري كفايه لحد كده. البيت واحنا قاعدين فيه دلوقتي يعني بقى بيتنا، وانت دلوقتي بتعمل مشروع في المصنع القديم، يعني بناخد حقنا. كفايه لحد كده يا هشام. انت شايفه كده؟ عشان مصلحتك يا هشام. عشان مصلحتي ولا عشان مصلحه رشدي بيه ومصلحه ابنك؟ لا يا هشام، عشانك انت. انت زي ابني وانا خايفه عليك من اللي هيحصل. خلاص حاضر هفكر. يعني توعدني كفايه لحد كده؟ أوعدك، هي بس حاجة بسيطة تحصل بعد كده خلاص مفيش أي حاجة تانية تتعمل. وإنتي كمان كفاية لحد كده، أي حد ممكن يشوفنا كل اللي بنعمله ده يروح على قلة فايدة ولا إيه؟ مفيش حد. غريبة، أنا متأكد إني سمعت صوت هنا. أهو قدام سيادتك أهو. طب تعالى. اطمن يا سعادة الكبير، محدش يقدر يقعد من ناحية المصنع. بنتي قولي لي انت بتشكي في ايه وانا اريحك. ما قلت لك يا جدي شفته واقف معاها. ايوه شفتيه واقف معاها وفي الجنينه وبيتكلموا. فيها ايه دي بس؟ ما اعرفش، بس الطريقه اللي كانوا واقفين بيها يا بنتي افهميني، هم كانوا واقفين مع بعض وبيتكلموا مع بعض، ده شيء ما يهمش. المهم هم كانوا بيقولوا ايه؟ انت سمعتيهم بيقولوا ايه؟ لا. خلاص الولد كده براءة. يعني ايه يا جدي؟ عايز يقف مع اللي اسمها لبنى دي ويتكلموا يبقى مفيش حاجة؟ الله يا بنتي شيء معقول جدا، انتوا كلكوا عايشين في بيت واحد، انت نفسك ممكن تقابليها مضطرة وتقفي تتكلمي معاها. ما انا عارفة، بس الطريقة اللي كانوا بيتكلموا بيها كأن في سر او في اي حاجة. ولا سر ولا كلام فارغ من ده كله، كل حكاية انك عشان زعلانة مع لبنى حسيت الاحساس ده. انت بتدافع عنه ليه يا جدي؟ الحكايه مش ان انا بدافع يا عبير، الحكايه ان انا ما اناش شايف اي حاجه غلط. انا لو اشك لحظه واحده ان هشام بيقف ضدك ده انا كنت خلصت عليه وبنفسي. حكايه انك عشان زعلانه من لبنى زعلت من هشام انه وقف معاها، ادي كل الحكايه. بس هشام انا عارف انه ولد 100% صح، مش ممكن ابدا يعمل اي حاجه غلط صدقيني. حاجة وحشة زي ايه؟ لا ما هو ما تأخذنيش يا سعادة البيه، أصل أنا يعني كنت فاكر لا سمح الله إن الورق الأبيض اللي سعادتك اديتهوني عشان أحطه في الخزنة كان في حاجة كده ولا كده. عيبك يا عاصم إنك بتفكر كتير وده أنا ما بحبوش. لا أفكر يا سعادة البيه؟ محسوبك ما يحبش يضيع وقته في الفكر. كده محسوب يبقى مكسبه معايا.
وعلى فكره عظم، لو ما كنتش بصيت في الورق اللي اديته لك تحطه في الخزنه يمكن ما كنتش شغلتك معايا بعد كده. ما تستغربش، انا زي ما احب اللي بيشتغلوا معايا يكونوا وضوع احبهم برضه في التعليم. بس سعاده البيه لو كنت تريحني بس وتقول لي الورق الفاضي اللي انا حطيته في الخزنه مكان العقود الحقيقيه ده معناته ايه؟ وبعدين يا عاصم احبك بفتح قلبك، ما احبكش كتير السؤال. خلاص يا سعاده البيه زي ما تشوف. خلاص خد شوف كده، دول يرضوك؟ ايه دول يا سعاده البيه؟ دول كتير قوي يا راجل، مفيش حاجه تكتر عليك، انت بتقول ايه؟ ايوه بس يا هشام بيه دول ما يجوش حته في المشروع. بعدين يا عاصم انت بتلح كتير قوي، هتبقى لحوح صدقني. عاصم اخويا سيبني انا اشوف لك مستقبلك. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. ما تقولش اشتغل، ارضى عليك تكسب كتير اكتر من اللي كسبته طول عمرك مع رشدي بيه. لا رشدي بيه ده رشدي بيه استاذي، هو اللي معلمني كل حاجه. راجل ما تدافعش كده، ما هو استاذ انا كمان ويمكن اكتر منك، عشان كده انا عايزك تفضل معاه زي ما انت. زي ما انا ازاي؟ يعني بلاش المعلومات اللي بتشيلها على جنب دي. معلومات ايه لا سمح الله؟ يا راجل المعلومات اللي بتجيبها لك سوريا. شفت بقى انا عايز علاقتك مع رشدي بيه تبقى كويسه ازاي؟ يعني كنت انا اقدر اقول له على حكايه التسويق الجديده بتاعت عفه دي، لكن انا قلت منين ده اللي لازم تقول له؟ امال ايه؟ لازم الراجل يثق فيك ولا ايه؟ الكلام ده ما وصلليش من زمان ليه يا عاصم؟ حبيت اتاكد الاول يا فندم، ما انا مش هشرك سيادتك في كل حاجه. تتاكد في اكتر من اسبوع يا عاصم؟ اصل المشتركين في العمليه كتار يا فندم وكلهم مش من هنا. تاني مره مش عايز حاجه زي دي تحصل. تؤمر سيادتك بحاجه تانيه يا فندم؟ اتصل بمتولي جهواته. يا فندم انا اقدر. لا انت مش لازم تظهر في الصوره. يا فندم ما هو انا او متولي الاستاذه عفت هتعرف ان سيادتك السبب. ما هي طبعا هتعرف. المهم هتعرف ازاي؟ لازم تعرف وما تكونش متاكده، يعني لازم تبقى منخومه شويه عشان ما تعرفش تركز في شغلها، فهمت؟ اتصل بمتولي بسرعه قبل ما اي حاجه من عند عفه تتباع، فاهم؟ ممكن نحاول تاني وتالت ورابع. طب ارجوكي ما تزعليش بالشكل ده، ارجوكي اتكلمي قولي اي حاجه. عايزني اقول لك ايه بس يا ضياء؟ اقول ايه؟ اقول لك ان انت كنت غلطان وان انا اللي كان عندي حق؟ اقول لك ان الاحلام والحماسه ما يقدروش يقفوا قدام الواقع السيء الرديء وانهم انهزموا بمنتهى السرعه والبساطه؟ لا يا ضياء ده مش صحيح، لا انت غلطت ولا انا كمان، والاحلام والحماسه والكلام الكبير اللي ما بنقدرش نبطله ده المفروض ما نهزموش قدام اي واقع ولا اي حد، حتى لو كان ابويا رشدي بيه علام. ما تتخدش قوي كده، اللي حصل ده مش مزعلني في حاجه، بالعكس انا كنت متوقعاه، كان ممكن اي حد يحاربني لو بابا مش موجود. اللي تعبني في الموضوع انه بابا مش حد تاني. يلا سيبك من كل الكلام ده دلوقتي، تعالى نفكر بقى المرة دي ننجح ازاي؟ ننجح من غير ما بابا ياخد خبر ازاي؟ لا اسمحي لي، ابوكي ولا مؤاخذة بقى، محتاج لمواجهة حقيقية. من مين ان شاء الله؟ من أي حد، لازم نحط معاه النقط فوق الحروف. هي اللعبة يعني مستخبية واحنا عايزين نعرف حاجة؟ ما هي واضحة وصريحة. من ناحيتنا ممكن، بس هو كمان لازم نحط معاه النقط فوق الحروف. ليه يا ضياء أصلا؟ هو إيه المستخبي اللي عايزين نعرفه؟ ما اللعبة أصلا واضحة وصريحة. بالنسبة لنا يمكن، بس هو كمان لازم يسمع صوتنا ويعرف ان كل اللي بيحصل ده مش هيخلينا نتراجع. ايوه يا ضيا ما انا اتكلمت معاه مليون مره ومفيش فايده، ما انت عارف. لازم المره دي هروح له واواجهه. انت معقول يا ضيا؟ وليه مش معقول؟ ايه ما ينفعش؟ مش حكايه تنفع ولا ما تنفعش، بس مش عوايدك يعني. اصله لما يزيد الشيء عن حده يستفز الانسان. ايوه بس يعني ما بسش ولا حاجه، لازم حد يروح لابوكي ويوقف له ويقول له لا. عن اذنك. ضيا سلموني. ايوه ده اتجنن؟ يا بنتي اتجنن ليه؟ ما دام راح يطفي الحريقه زي ما انت عايزه. يا عمتي مش هو ده اللي قلقني، انا اللي خضضني عليه انه ازاي فجأه كده ياخد موقف. ولما راح يجيب لك التجار ما كانش موقف؟ ايوه بس يواجه بابا من غير ايه؟ انت خلاص
مش تبطلي عندي مع ابوكي وانا الاوان ترجع لعقلك؟ ارجع لعقلي ازاي يعني؟ عايزاني استسلم ولا ايه؟ لا بس مش عايزه اللي بينك وبين ابوكي يكبر اكتر من كده، انت عارفه ان نهايته وحش عليكي وعليه وانت نفسك حاسه بكده. انا مش حاسه باي حاجه، انا موقفي سليم 100%. ولما هو سليم سبت المصنع وجيتي جري على هنا ليه؟ ايه يا عمتي انت فاكراني جايه عشان كده؟ فاكراني خايفه من بابا على ضيا فعشان كده جيت؟ لا يا عمتي المساله مختلفه. انا جيت اصلا عشان انا مش لاقي حد اكلمه. انا متضايقه جدا. فعايزه اتكلم مع حد من هنا، اتكلم مع حد زيك مثلا. مش عارفه في حاجه جوايا اصلا، انا مش عارفه هي ايه. انا عارفه انت مش هين عليكي تسلمي. هتقولي برضه اسلم بايه يا عمتي؟ تسلمي بانك تتجوزي ضيا وتتصالحي مع ابوكي وخلاص بقى. والله انت عندك حق. بصراحه انا ببقى حزينه قوي لما بشوفه زعلان عشاني وفاتح صدره كده وعمال يقابل اي حاجه. يبقى سيبك بقى من المصنع ومن المصايب ما دام انت عارفه اللي الولد هيقابله. برضه مش هي دي القضيه الاساسيه يا عمتي. انا لا انا بقى على ضيا من حاجه تانية خالص. هو لما بيبقى مؤمن بشيء بيقف زي الصخره قدامه حتى لو حكايه المصنع مع بابا. لكن المشكله في حاجه تانية، في سؤال انا عارفه ان ضيا مش بحضر نفسه ليه. سؤال ايه يا بنتي؟ السؤال اللي بابا هيساله له. ما حضرتك عارفه بابا هسيب الموضوع الرئيسي كله هيجي يساله سؤال واحد بس وانا مش عارفه ضيا هيرد عليه يقول له ايه. سؤال ايه يا بنتي وغوشين على الوالد؟ هو سؤال واحد بعد المحاضره العظيمه اللي ملهاش اول ولا اخر اللي سيادتك اكرمتني بيها. لا بعد اذن سيادتك يا رشدي بيه، دي مش محاضره. لا محاضره. حضرتك محامي وما تاخذنيش ما تفهمش لا في النسيج ولا في التجاره ولا في اي شيء، ولما اقول محاضره تبقى محاضره ومحاضره خايبه كمان. لكن برضو فاضل سؤال. السؤال؟ سؤال ايه حضرتك يا استاذ رشدي؟ ممكن اعرف باي حق حضرتك جاي تقول الكلام ده؟ انت مالك اذا كان عفه بنتي ولا بحاربها في السوق زي ما بتقول؟ بأي حق جاي تدوش دماغي يا استاذ؟ انا؟ ايوه انت. وما تقوليش انك محامي لان هي كمان محاميه، ولو كانت عايزه كانت جت بنفسها تقول الكلام الفارغ ده. انا عارف انها محاميه. لما انت عارف ازاي تجرؤ وتيجي تدوشني بالكلام الفارغ اللي مالكش فيه من الاصل؟ انا ما هو انا ما هو انت ايه؟ انا طالب ايدها. وطالب ايدها من مين ان شاء الله؟ من سيادتك. مش انت ابوها؟ وعلشان انا ابوها بقول لك متاسف. ما عندناش بنات تتجوز، اتفضل. بس انا لسه ما كملتش. لا كملت وكفايه لحد هنا. اللي بيني وبين عفت بالنسبه للمصنع مالكش دعوه بيه.